جزاكم الله خيرا. هذه السائلة من الجمهورية اليمنية حياة تقول في هذا السؤال: إنني أقرأ القرآن الكريم والحمد لله وأؤدي الصلاة في أوقاتها وأحمد الله على ذلك بأنني أقرأ القرآن كثيرا وأحيانا أقرأه بدون تركيز وتمعن وأسمع القرآن من المسجل وإنني أركز عليه وأنصت إليه وأفهم معناه أكثر من قراءتي إليه. السؤال يبقى: هل سماع القرآن مثل قراءته؟ أفيدونا بذلك. قراءة القرآن أفضل من الاستماع إليه، لأنه يحصل له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. لا شك أن قراءة القرآن أفضل من الاستماع إلى القارئ، وإن كان الاستماع إلى القارئ أيضا فيه أجر وفضل مع حضور القلب والتدبر ومع الإنصات، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.